التي شهدت على واحدة من أغلى ألقابه. وفي ذلك اليوم حقق الزمالك لقب بطولة الأفرو آسيوي على حساب ضيفه فروكاوا الياباني بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي، ونال الزمالك لقب بطل نصف العالم في مباراة الزعامة بينه ممثلا عن القارة الإفريقية ونظيره الياباني بطل آسيا. ونجح كل من عفت نصار في خطف الهدف الأول للفارس الأبيض بعد مرور 47 دقيقة من انطلاق صافرة البداية، قبل أن يرفع طارق يحيى كرة بالمقاس على رأس جمال عبد الحميد الذي لم يتوانى عن إحراز هدف على الطريقة العالمية مع الدقيقة 60 من عمر المواجهة. أحمد رمزي، طارق، جمال عبد الحميد، برافو يا جمال، جول جميل، جول جميل، جمال عبد الحميد. وتألق في تلك المباراة التاريخية عدد كبير من نجوم الفارس الأبيض على رأسهم طارق يحيى وجمال عبد الحميد وحمادة عبد اللطيف ومحمد حلمي ورضا عبد العال وأحمد رمزي وإسماعيل يوسف والحارس أيمن طاهر. عاش الزمالك بألقابه التاريخية التي شرفت مصر والكرة العربية على مدار تاريخ عريق وحافل.